وصلني مبلغ من المال لأحد عيالي وعائلته بحاجة لهذا المبلغ، وهو لا يسأل عن زوجته ولا عن أولاده ولا يدرون أين يصرف رواتبه، فهل يجوز لي دفع هذا المبلغ لزوجته لتصرفه على أولادها؟ إذا كان أولاده بحاجة إلى النفقة فلا بأس أن يدفع لهم بقدر حاجتهم وقدر ما يقوم بنفقتهم، لأن هذا حق لهم، ولا سيما وأنت جدهم، أنت والد والدهم. السائل امرأة يحفظكم الله، أو امرأة. نعم. الزوجة هي أم الأولاد، أم هذا الولد. نعم تأخذ من ماله قدر ما يكفيها ويكفي أولادها، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما سألته. عفوا شيخ صالح لو تكرمتم أعيد السؤال مرة أخرى. تقول وصلني مبلغ لأحد عيالي وعائلته بحاجة لهذا المبلغ، وهو لا يسأل عن زوجته ولا عن أولاده ولا يدرون أين يصرف رواتبه، فهل يجوز لي دفع هذا المبلغ لزوجته تصرفه على أولادها؟ نعم يجوز ذلك إذا كانوا بحاجة إلى النفقة، إذا كان ينقصهم شيء من النفقة الواجبة. فلك أن تنفقي هذا المال الذي وصلك من الزوج على أولاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة لما سألته هل تأخذ من مال زوجها قدر ما تنفق على نفسها وأولادها، لأنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وأولادها. نعم. فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، مع أن السائلة هي أم الزوج وليس زوجة الشيخ صالح. أم الزوج من باب أولى. من باب أولى. نعم. يحفظكم الله. نعم.